والمنحى الثاني هو الوقوف مع الشعب، أن السياسة أريد أن أثبت أن السياسة هي وقوف مع الشعب، وليس السياسة هو الجلوس على الكرسي أو شيء من هالقبيل يعني ما شابه ذلك. عادة اللي يقعد على الكرسي ينسى اللي قعد على الكرسي، أما اللي يبقى ويا الشعب منهم وبيهم ما ينساهم. هذا الاستراتيجية اللي أنا أتبعها.